شيء شفنا قبل البوش القادم بدخلوا اي ماريجو بالنسبه للديوان الجمارك، بالنسبه للفيسكاليتي، بالنسبه للنصر امبو، بالنسبه للريسيت هنا الدومين، بالنسبه يعني ده اننا اول شيء عملنا يعني نادينا الناس التريزوريه كلها عن الريجون، كلمنا معهم عملنا معهم عمل، لكن لسه ما الناس عن الامبو والناس عن الديوان عن الريجون لسه ما نادينا من النادوم، وانينا كلنا نجي نمشي لهم، لكن قبل ما نمشي من النادوم يعني الريسيت عن الامبو في اي ريجون ده يعني شيء غريب وشيء عجيب، يعني ده شفنا كده يعني ما واجب، دونك لازم لهم جهد زياده. الزول اللي بقدر بتعبينا في المرحله ده ما شاء الله، اللي ما بقدر بتعبينا انينا نتيري الكونسيكونس نقدر نشوفه كيف نعمله معايا. وبعد ذاك يعني شفنا النظام اللي خدناه جديد في الديوان ده، حل يعني اليوم مشينا قدام ولا كيف يعني هاي شيء كده يعني قدروا الدي جي وما جماعته قدروا يعني عبروه ولا قدروا اخذوا ما فيه ولا ما فيه، يعني عملوا يعني جهد من 500 دوانيه ولا شيء ناقص من 500 دوانيه، قريب ل 500 دوانيه قاعدين في انجيلي نقزنام جيلي ايربور نقزنام اليوم جبنام في 150، وده شيء يعني مهم عشان اكثر الناس في بيرو واحد بنقص الريسيت، وده يعني دورنا الريسيت ده يعني يخير الريسيت يعني الناس نقزنام، لكن الريسيت ده كله لازم يعني يخير. وشفنا الريسيت عن الوزارات، الوزارات اللي بدخلوا هم كلها يعني قروش شفناه وما قدروا يعني شفنا كده شيء كده ما طلب الزياده، وده كله كمان طلبوا منهم خليه يعملوا جهد وخلي الوضع ده يخير، وشنو ليه شنو ما قاعد يخير، ده كله سؤال يعني جاوبنا فوقه وعملنا فوقه حوار، وان شاء الله في الوقت القدام ده عملنا يعني اثنين ديريكسيون، الاثنين يعني ديريكسيون ده واحد يقوم بالريسيت ادمنستراتيف وواحد يقوم بالتي في ا تاكسي سور لا فالير اجوتي، وده كله عشان الريسيت ادمنستراتيف والتي في ا ده عندنا يعني في تشاد ده يعني خليناهم في وقت واحد ما قاعدين نجيبوا وخبرهم، والتي في ا ده هو الكونسوماتير الزول اللي بي وباكل وبشرب ده هو ده يا بكفيه، ولازم التاجر ده يجيبه يقبله في الحكومه يشيل حقه اللي هو كفاه ويجيب الفض اللي يكفيه للحكومه، وده ذاته كان ما عملنا يعني ديريكسيون جديد وديريكسيون يعني تقوم بشهونها بالكامل كيف التي في ا ده نكولكتي وكيف اجراءاتها وكيف يعني النظام يقبل، ويمكن تدخل يعني خبريات يعني جديد وتقدر تعمل لنا حسابات يعني استاتستيك عشان نقدر نشوف هل يعني في يعني ودي كده عديل ولا الودي ده ما عديل في اسباب شنو.